مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد. درس اليوم النشاط العلمي، عنوانه الحيوانات تستعمل حواسها للحصول على غذائها. الهدف من هذا الدرس هو أن أتعرف أن الحيوانات في بحثها عن غذائها تستخدم حواسها، وأتعرف أنواع السلوك الحيواني في البحث عن الغذاء. الحركات السلوكية تأثير بعض المواد الكيميائية على السلوك. هذا الدرس هو مخصص للمستوى الأول ابتدائي. قبل أن نبتدئ، ذكروني بالحواس. ماذا نعني بالحواس؟ كم بالنسبة للحواس، كم لدينا من حاسة؟ درسنا سابقا أنواع الحواس. أنواع الحواس لدينا حاسة السمع. ما هو العضو الذي نسمع به؟ الأذن. حسن جدا. حاسة ثانية، من يذكرنا بحاسة أخرى؟ حاسة البصر. حسن جدا، البصر. إذا البصر، ما هو العضو الذي نبصر به؟ نبصر به العين. حسن جدا. حاسة أخرى، حاسة الشم. بماذا نشم؟ بالأنف. إذا الإنسان يتوفر على 5 حواس. لدينا حاسة السمع، البصر، الشم، واللمس، وحاسة الذوق. حسن جدا. الآن سنتعرف على هذه الحواس، كيف يستخدمها الحيوان في البحث عن الغذاء. يعني الحيوان كما الإنسان لديه حواس كذلك، ويستعملها في حياته. إذن من استعمال الحواس أنه يستعملها في البحث عن الغذاء. لاحظوا معي هنا الصورة، صورة 1 والصورة 2. ماذا تشاهدون؟ نشاهد في صورة 1، ماذا نشاهد؟ نمر ينقض على ماذا؟ على غزالة. وهنا في هذه الصورة ماذا تشاهدون؟ نشاهد نسرا ينقض على أرنب، يحاول أن يمسك بالأرنب ليأكلها. حسن جدا. إذن التساؤل الذي نطرحه هنا، ماذا استعمل كل حيوان للوصول إلى غذائه؟ يعني الحاسة التي استعملها الحيوان في الوصول إلى غذائه. إذن الفرضيات التي يمكن أن نضعها هنا، لاحظوا معي النسر، لاحظوا معي، يبصر فريسته عن بعد، هو يطير في السماء، وقد رأى عن بعد هذه الأرنب. إذن فرضية التي يمكن أن نفترضها انطلاقا من الصورة، يمكن أن نقول أن النسر يبصر فريسته التي هي الأرنب عن بعد. حسن جدا. ماذا كذلك؟ هنا بالنسبة للنمر، على ماذا اعتمد النمر؟ أبصر النمر، يمكن أنه استعمل حاسة البصر. النمر أبصر فريسته. ماذا يمكن استعمل كذلك؟ يمكن أنه شم
رائحة هذه الغزالة؟ يمكن نامر أنه رأى وشم الغزالة عن بعد. النمر رأى، يرى النمر الغزالة وشم رائحتها عن بعد. رائحتها عن بعد. هدو معي هو بعيد قليلا عن الغزالة، لكنه رآها وشم رائحتها. هنا النسر يطير، ولكنه يأتي لكي ينقض. رأى هذه الأرنب وأراد أن يفترسها. إذا سنتأكد من صحة هذه الفرضيات انطلاقا من ملاحظتنا لهذه الحيوانات وطريقة أكلها. لاحظوا معي بالنسبة للضفدع، ما هي الحاسة التي استعملتها؟ أنا هنا استعملت حاسة البصل، حسن جدا. لاحظوا معي هنا الضفدع رأت هذه الحشرة و استعملت لسانها لكي تحصل عليها. هنا لا يمكن أن نقول أن استعملت حاسة الشم أو حاسة الذوق، رغم أنها استعملت لسانها، ولكن هو وسيلة لمساعدتها على اصطياد الحشرة. لاحظوا معي هنا هذا الطائر، ما هي الحاسة التي استعملها؟ نعرف أن الطيور لديهم نظر جيد، أن يمكن أن يروا على مسافة بعيدة. إذا الحاسة التي استعملها هذا الطائر حاسة البصر، حسن جدا، البصر. هنا هذا الفأر على ماذا اعتمد؟ اعتمد على حاسة ماذا؟ حاسة البصر، حسن جدا، لأنه يرى الحبوب ويذهب ليأكلها. بالنسبة لهذا القط على ماذا اعتمد في معرفة أكله؟ اعتمد على حاسة ماذا؟ حاسة البصر، وكذلك حاسة أخرى، حاسة يعتمد كذلك القط على حاسة الشم، حسن جدا، الشم. مثلا إذا كنتم تتوفرون على قط وأردتم معرفة الحواس التي يعتمدها هذا القط، يمكن مثلا أن تضعوا سمكة بعيدة منه ولكن دون أن يراها، وتنظرون هل يمكن أن يشم رائحة السمكة ويتعرف أن هذا الغذاء يمكن أن يأكله. نجد أن القط يمكن أن يتعرف على الغذاء دون أن يراه، دون أن يرى هذا الغذاء، يمكن أن يتعرف على أن هذا الغذاء صالح للأكل، صالح له، يمكن أن يأكله على مسافة بعيدة. إذا حاسة الشم لدى القط هي كبيرة، إذا يعتمد على الرؤية، أن البصر يمكن أن يبصر الأكل، ويمكن كذلك أن يعتمد على الشم. إذا هنا هذا الحيوان يمكن أن يعتمد على وسائل متنوعة. بالنسبة لي الحصان، على ماذا اعتمد لكي يصل إلى طعامه أو ليتعرف على غذائه؟ اعتمد على حاسة البصر، حسن جدا. إذا فهو رأى العشب وأراد أن يأكله. إذا نمر إلى خلاصة، ماذا استنتجنا؟ الحيوانات في بحثها عن الغذاء تعتمد الحيوانات على حاسة ماذا؟ حاسة
ماذا؟ حاستي؟ قلنا هو الإجابة حاستي البصري. حسن جدا، حاستي البصري أو ماذا؟ هل يمكن أن تستعمل كذلك؟ أو حاسة الشم. حسن جدا، أو الشم يمكن أن تعتمد على البصر أو الشم، يمكن أن تبصر الطعام وتتعرف عليه أو تشمه أو جميع الحواس، يعني يمكن أن تعتمد على مجموعة من الحواس. الحواس لدى الحيوانات هي متطورة أكثر من حاسة الإنسان. بعض الحواس لدى الحيوانات مثلا بالنسبة للطيور فبصرهم هو أكثر من مجال رؤيتهم، أكثر من مجال رؤية الإنسان. إذا نمر للتطبيق، سنحدد الحاسة التي تعتمد عليها هذه الحيوانات. هناك مجموعة من الحواس، يمكن أن مثلا حيوان واحد يمكن أن يعتمد على مجموعة من الحواس، ولكن سنحدد فقط الحاسة المهيمنة، يعني الحاسة التي يستعملها كثيرا في التعرف على الغذاء. بالنسبة لهذا الحيوان ما هو؟ حيوان البومة. حسن جدا، البومة. البومة، ما هي الحاسة التي تعتمد عليها البومة؟ هل حاسة الشم أم السمع أم البصر؟ وحاسة السمع، وحاسة ماذا؟ حاسة البصر. حسن جدا، نعرف أن البومة لها سمع قوي جدا، وكذلك لاحظوا بعيوننا لديها عينان كبيرتان، لذلك فحاسة بصرها قوية جدا. إذا الإجابة الصحيحة هي حاسة تستعمل حاسة السمع وحاسة البصر. حسن جدا، إذا نصلها مع هنا البصر. حسن جدا، بالنسبة للحيوان الثاني على ماذا يعتمد؟ ما اسمه؟ الحصان. على ماذا يعتمد في معرفة غذائه؟ يعتمد على حاسة البصر. حسن جدا، يرى العشب ويأكله. نضع سهمان هنا، حاسة البصر. بالنسبة لهذا الحيوان الكلب، نعرف الكلب، ما هي الحاسة التي يعتمد عليها الكلب كثيرا؟ حاسة الشم. نعرف أن الكلب بصره ضعيف مقارنة مع حاسة الشم، يشم جيدا. إذن الحاسة التي يعتمد عليها المهيمنة في التعرف على الغذاء هو حاسة الشم. بالنسبة للأفعى، الأفعى على ماذا تعتمد؟ تعتمد على حاسة الشم. حسن جدا، شم الأفعى، حاسة الشم لدى الأفعى قوية، لكن إبصارها ضعيف، لا يترى جيدا، لكنها تحس بحركة الحيوانات، دبدبات الحيوانات عندما تتحرك فإنها تستشعر. كذلك لها شم قوي، يمكن أن تشم على مسافة بعيدة جدا. هنا بالنسبة للذئب، على ماذا يعتمد؟ يعتمد على لو حاسة شم قوية. حسن جدا، وكذلك بصر،
إذن سنصل من حاسة الشم و حاسة البصر. بالنسبة للحيوان الأخير، ما هو هذا الحيوان؟ هو الكبش. لماذا يعتمد الكبش؟ يعتمد الكبش على البصر. حسن جدا، يبصر الطعام، العشب أو الخضار أو الأكل الذي يأكله ويتناوله. إذن البصر هو الحاسات يستعملها. إذن شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.